دلوقتي هناخد حضراتكم في جولة داخل مشروع ليسن فالي في مدينة الرياض. هنعرف مع بعض إزاي استعان المصمم المهندس محمد طلعت بأحدث أنظمة الإضاءة واللاندسكيب، وحقيقي كلها التصميمات اتنفذت بشكل يحافظ على طراز العمارة السلمانية في كل مباني المشروع، وده اللي شفناه وإحنا بنزور أكبر مسجد في مشروع ليسن فالي. بص حكاية طالعين من الجراج بقى، تعالى بقى أوري لك إيه أهم جزء في المشروع أو المكان اللي الناس كلها بتيجي تتصور عنده، ده المسجد. والمسجد ده هو لو شفته بقى من ليه أوت فوق هتلاقيه إن هو في مركز المشروع، وهو بالنسبة قدام المدخل بالظبط. وكان مهم جدا إن هو يكون كده حاجة أيكونيك، علامة الناس كلها. أنا شايف المبنى مايل، يعني أنت عامله هو شيب المبنى كله شكله مختلف، جاي من تكوين هندسي، حتى الباترن اللي عليها تلاقيها نفسها اللي في المبنى هي موجودة، هي نفسها في الأرض. الناحية التانية الميل ده خلاني خلقت زي ممر مظلل كده ناس تدخل منه. كنت حابب برضو ان المسجد من هنا وانت داخل ما يبانش ان هو ده مشروع كله تجاري اداري، فما كانش يهمني قوي ان هو يبان هنا تفاصيل اسلامية كتير، لكن كان يهمني ان هو يبان ان في تكوين مهم، حيطة كبيرة تولد حاجة تخضك. لما تلف بقى حوالين المسجد هتشوف قد ايه ان هو تحفة معمارية. المسجد طبعا هو ده بالنسبة للمالك مهم جدا، فكان حب ان هو يسميه على اسم والدته، مسجد والدة ملاهي سلامة بن سعيدان، ويعني ده يعني شرف كده ان حد يسميه حاجة باسم والدته، بتبقى معناها ان دي حاجة غالية جدا عنه. ومن هنا بقى ابتدى المشروع، عندنا جزء يروح يمين وجزء بيروح شمال من مباني ادارية ومحلات. انت لما تدخل كده البابة الرئيسية تدخل تمشي على طول في البوليفارد وتلف وترجع، تمشي كده لحد الاخر كويس، فانت عندك بقى حسب انت عايز تروح تقعد في اي مكان هتقدر توصل له. وعندك باركنج زي ما قلت بمساحه الارض كلها، بتقدر برضو يعني في غير المدخل الرئيسي ده في مداخل تانية يمين وشمال المدخل، تقدر تدخل على الباركنج دايركت، مش لازم تدخل المشروع، ممكن على طول واحد عايز يجي يدخل يركن تحت المبنى بتاعه ويطلع لمكتبه، ملوش علاقه خالص بالمحلات التجاريه، يقدر يعمل كده. نفس الكلام في مداخل تانية بقى، طبعا مش ده المدخل الوحيد، في كذا مدخل ناحيه الاوتيل، مدخل ناحيه بدايه المشروع من الناحيه التانية كده يعني. مساحه المسجد ده قد ايه؟ مساحه المسجد حوالي 3000 متر مسطح الدور، وهو طبعا على دورين، في تحت المصلى السيدات وفي الوضوء بتاع سواء الرجال والسيدات، والدور اللي فوق كله هو مصلى الرجال. يعني نكمل جولتنا في المشروع. يلا بينا. لسه مكملين جولتنا من داخل مشروع ليسن فالي مع المهندس محمد طلعت رئيس مجلس إدارة شركة MTA للاستشارات الهندسية، وهنرصد لحضراتكم دلوقتي أحدث التصميمات الهندسية في مباني المشروع. أنا بقى عايز أتكلم على المباني، أنا شايف ثلاث ديزاينات مختلفة للمباني ومفيش إزعاج. لا هما مش ثلاثة، احنا بنتكلم في 12 نموذج أو أكتر، دي للمباني بس اللي هي الأرضي ودورين، يعني شايف كل المباني كلها مختلفة. هي الفكرة كلها ان انت ازاي تستخدم الخطوط الهندسية، سواء بقى بالطول سواء بالعرض سواء اللي متاخدة من العمارة كلها القديمة السعودية. فانت هتلاقي المباني بقى في منها اللي هي خطوط الرأسية بس اللي فيها، هتلاقي مباني خطوط عرضية اكتر هي اللي مسيطرة، هتلاقي مباني مزج ما بين الخطوط العرضية والرأسية، لكن كنا بنحط المباني كلها جنب بعض ونشوف هل انت هتستريح ولا لا. قولي بقى هنا انت استخدمت المباني، انا شايف المباني طرازات مختلفة. هي مش طرازات مختلفة، مش هي بتزعج بعض، هي مش ده كله طراز واحد كويس، زي ما قلنا ان هو احنا ده اول مشروع يبقى طراز سلماني حديث كويس، ده اول مشروع يتنفذ في الرياض بطراز سلماني حديث، في طراز سلماني كتير قبل كده في الرياض، في طراز نجدي، لكن هو يكون سلماني حديث هو ده اول مشروع الحمد لله يتنفذ بالطريقة دي. هتلاقي المباني كلها مود واحد ستايل واحد ولكن تصميمها مختلف. اكتر حاجه عجباني في المشروع ده ان كان في عنصر مهم من نجاح المشروع ده، هو عنصر مصري بحت، ديزاين، ان الديزاين من عندنا من مصر، الفكر جه من عندنا من مصر. بعد كده طبعا في عوامل كتيره مهمه، السعوديه عندهم قطاع المقاولات قوي جدا جدا، وعندهم قطاع التنفيذ قوي جدا، والتشغيل انا شايفه قوي، بس
مع المزيج ده في عنصر مصري كان مساهم في نجاح المشروع ده؟ والله الحمد لله يعني، ومش عايز اقول لك انا مش انا المصري الوحيد اللي شغال في المشروع ده يعني. المشروع ده كان فيه مصريين كتير، سواء استشاريين الالكتروميكانيك، سواء الاستشاريين الانشائيين، سواء حتى المشرفين على الاعمال. لا الحقيقه بص، هي يعني مصر دايما ليها دور في المشروعات الناجحه يعني. موضوع يعني ناس كتير هنا في شويه بتبقى حابه التعاون مع مكاتب اجنبيه، ولكن الحمد لله احنا يعني قدرنا نثبت للسعوديه وللعالم ان احنا كمعماريين لما بندخل في مشروع بيبقى لنا بصمه. يعني انا شايف الناس كلها، الشباب كلهم هم داخلين المشروع، حاجه بصراحه في اقبال كبير على المشروع. لا هو بس المشروع بالنسبه للناس وترند، تلاقي كل العربيات بقى بكل اختلافاتها، الناس كلها ماشيه بتصور. انا ببقى سعيد جدا لما بشوف المنظر ده، بشوف واحد واقف بيصور هنا وبيصور هنا، ببقى عايز اجري عليه اقول له بص انا اللي عامل المشروع ده، احنا مكتبنا في مصر اللي عامل. يعني الصراحه الواحد مبسوط يعني الحمد لله. في نهايه لقائنا يا محمد بجد انا سعيد بالمشروع اللي احنا زرناه النهارده، وبتمنى لك التوفيق ومشروعات انجح سواء في مصر او بره مصر ونزورها كمان معاك. ربنا يخليك يا محمد، والله يعني انا مبسوط جدا ان انت جيت لحد هنا الرياض عشان تصور مشروع انا عامله. يستاهل، وقد ايه بصراحه يستاهل. انا مبسوط ان انت عملت كده، واتمنى فعلا المشروع يكون عجبكم يعني. يستاهل الحمد لله. ليسن فالي مشروع كان جدير بالزياره في الرياض، وخصوصا ان مصممه عبقري مصري بحجم المهندس محمد طلعت، اللي صمم لغايه النهارده اكتر من 40 مشروع عقاري، وكان الاستشاري الاول ليها، وبجد يستاهل النجاح.